طرقات غصت بالجموع يسبيها وجه يسوع، حيثما نقل الأقدام نادته دنيا الآلام. صوت مجروح الوهن يا ابن داود ارحمني، يا ربي هلا أبصر، قال الإيمان أبصر. شكرا شكرا يا يسوع، مجدت سرمدي النور، اشرق نور من نور، نورت العالم الداجي بالإطلال الوهاجي، جئت بالعون الزاخر بالعطف العذب الغامر، كان النور للعميان والبرق للمرضى، كان عز المرسل الحنان. البيت خاله عيلت وقدم بمديله صغدت، ملكش ما يونح سولي خلدة حطيت له، ملكوش ما يونو حاسولا خلدة حطينا له. صلى وعلي ميتو المران قالوهن قبل قربونوخ ونترحم علين باصلوتوخ. أخوتي المشاهدين عبر شاشة الام تي في مع برنامج قدس معنا اللي هو متنفس روحي لكل الناس اللي هني بالحجر المنزلي، تماشيا مع شعار خليك بالبيت لحتى لي كلنا سوا نساهم بالحد من انتشار وباء فيروس الكورونا. نحن بشراكة روحية اليوم من خلال هالشاشة مع كل المؤمنين والمشاهدين. إذا في من تباعد اجتماعي هذا الأمر بخلينا نكون بشراكة روحية أعمق من خلال الكتاب المقدس، من خلال القربان. الكنيسة لا تعرف إجازة روحية منا بالبطالة الروحية. عندما تشتد الأزمة نحن نصلي أكثر فأكثر. أيها الأحبة، نحن اليوم بأحد الأعمى حسب الطقس الماروني في زمن الصيام. رح نتأمل عند قراءة الإنجيل بإيمان هالأعمى أعمى أريحة. فلنشترك معا أيها الأحبة بالصلاة. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا نورا من نور، إلها حقا من إله حق، أهلنا أن نتأمل اليوم في آيتك حين أنرت عيني الأعمى على طريق أريحة. أنر بحنانك عيوننا لنعرفك ونتبعك، فنسبحك مع أبناء النور ونشكرك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى الثالوث الواحد الحقيقي، الآب أبي الأنوار الأزلية، والابن نور من نور
والروح المنبثق من الآب والابن، قوة واحدة، سلطان واحد، إله واحد ممجد، الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. يا كلمة الله الوحيد، يا من ولدت من مريم البتول في الزمن، أنت الأول والآخر، المبتدأ والمنتهى، لقد شئت أن تفتح عيون العميان لتعلمنا أنك مبدع النور ومعطيه، وقد برهنت بآياتك أنك المسيح المنتظر الذي تكلم عنه أشعيا النبي. حينئذ تتفتح عيون العميان ويطفر الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأبكم. فيا رب، يا من أنرت السبل، تقبل شهادتنا واعترافنا إنك حقا ابن الله ومخلص العالم. نبتهل إليك يا رب، أشرق بنور معرفتك في قلوبنا، فرحنا بلقاء وجهك كما فرحت ابن طيمة على طريق أريحة، وانشر أنوارك في المسكونة كلها فيشاهد الجميع وجهك ويفرح بك ويرفع المجد إليك وإلى الآب الذي أرسلك والروح منبع القداسة الآن وكل آوان وإلى الأبد. من قمة النور ضاء فادنا أن نرجل الأرض حتى يجلو عنها الديجور. اللاهوت بالآيات العظمى أظهر، أحنا الناس قالوا هذا الموت الأكبر. وجه النور المعطي النور غنى العميان كل رأى ما أبدعت يتلو الشكران. وهج النور نالت منه الأرض التجديد، نور منا العقل يثمر يشتو التمجيد. أيها المسيح النور الحقيقي الهادي كل إنسان، يا من أفضت على عيون العميان سنا نورك الباهي، افتح بنعمتك عقولنا وضمائرنا على نور إنجيلك، واقبل صلاتنا وتوبتنا، فنرفع إليك المجد والشكر إلى الأبد. قادي شات ألوهو، قادي شات حايلتونو، قادي شات لوميوتو. اترحم علي. قادي شات ألوهو، قادي شات حايلتونو، قادي شات لوميوتو. قادي شات ألوه، قادي شات حايلتون، قادي شات لوميوتو. اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. رجع صوت بعيد يا ابن داود.
لاحظوا طرف سعيد ابصر نعمة لابني. شعبك الرجي يضرع يا ابن داود ارحمني، صوتك العذب يسمع ابصر نعمة لابني. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس برخمور رشكهنة. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه المحطة، محطة MTV، وكل المشاهدين والعاملين فيها وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، أنا بولس نفسي أناشدكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع بينكم عندما أكون حاضراً، والجريء عليكم عندما أكون غائبا، وأرجو ألا أجبر عند حضور أن أكون جريئا بالثقة التي لي بكم، والتي أنوي أن أجرؤ بها على الذين يحسبون أننا نسلك كأناس جسديين. أجل، إننا نحيا في الجسد ولكننا لا نحارب كأناس جسديين، لأن أسلحة جهادنا ليست جسدية، بل هي قادرة بالله على هدم الحصون المنيعة. فإننا نهدم الأفكار الخاطئة وكل شموخ يرتفع ضد معرفة الله، ونأسر كل فكر لطاعة المسيح، ونحن مستعدون أن نعاقب كل عصيان متى كملت طاعتكم. إنكم تحكمون على المظاهر، إن كان أحد واثقاً بنفسه أنه للمسيح فليفكر في نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضاً، والتسبيح لله دائماً. مبشر بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال مرقس البشير: بينما يسوع خارج من أريحة، هو وتلاميذه وجمع غفير، كان برطيمة أي ابن طيمة، وهو شحاذ أعمى، جالسا على جانب الطريق.
فلما سمع أنه يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره أناس كثيرون ليسكت، إلا أنه كان يزداد صراخا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين له: ثق وانهض، إنه يدعوك. فطرح الأعمى رداءه ووثب وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع: ماذا تريد أن أصنع لك؟ قال له الأعمى: ربوني أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك خلصك حقا. والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. اذهب، إيمانك خلصك، وللوقت عاد يبصر. برطيمة، أي ابن طيمة، هذا هو اسم أعمى أريحة في إنجيل مرقس. فقدان برطيمة للبصر جعله يتسول جالسا على جانب الطريق، يستعطي رحمة الناس وكرمهم ليسد بعض عوزه وحاجاته الأساسية. أتت الساعة بالنسبة إليه ليستعطي هذه المرة رحمة الرب يسوع، متوسلا إليه أن يمنحه البصر بعد أن كان سمع من الناس عن أخبار يسوع وقدرته الشفائية، وأنه هو الذي يمر الآن بجانبه على قارعة الطريق. ولكي يسمع صوته وسط ضجيج الجمع الغفير الذي كان يحيط بيسوع، صرخ الأعمى عاليا غير آبه بأصوات الناس التي كانت تنتهره ليسكت، ليقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فدعاه يسوع ليمثل أمامه سائلا إياه: ماذا تريد أن أصنع لك؟ ليجيبه الأعمى: ربوني أن أبصر. فبدون أي تردد قال له يسوع: اذهب، إيمانك خلصك، وللوقت عاد يبصر. في قول يسوع اذهب، إيمانك خلصك، إشارة واضحة إلى أن برطيمة أو أعمى أريحة هو وجه إيماني بامتياز، يضاف اليوم إلى وجوه إيمانية ثلاثة ألفناها في آحاد زمن الصوم في طقسنا الماروني، لما تأملنا تباعا بآيات شفاء الأبرص والمنزوفة والمخلع. الوجه الإيماني الأول تلمسناه في الأبرص لما قال ليسوع جاثيا: إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. فكان له ما أراد، إذ أجابه يسوع قائلا: قد شئت فاطهر. الوجه الإيماني الثاني تمثل بالمرأة المصابة بنزف دم منذ 12 سنة،
كيف أن هذا النزف توقف فجأة بعد أن لمست بخفر وإيمان كبيرين طرف رداء يسوع وسط الجموع الذين كانوا يزحمونه، وما أن اعترفت علانية بفعلها هذا حتى قال لها: يا ابنتي إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. أما الوجه الإيماني الثالث والأخير فإننا نتبينه من خلال الرجال الأربعة الذين بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى يسوع بسبب الجمع حملوا إليه مخلع كفرنحوم بعد أن دلوا الفراش الذي كان مطروحا عليه، دلوه من السقف الذي نبشوه، وذلك طلبا لشفاء. وإذ رأى يسوع إيمانهم الكبير قال للمخلع بعد أن كان غفر خطاياه: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. اذهب إيمانك خلصك، قال يسوع للأعمى. ما هو هذا الإيمان؟ ما هو سر هذا الإيمان عند البشر الذي يحرك قلب الله ليأتي إلى الإنسان مخلصاً؟ ما هي مرتكزاته؟ ماذا يعني أن أكون مؤمناً بالله؟ فيما الكنيسة تعرف عن ذاتها أنها هي قبل كل شيء جماعة المؤمنين. الإيمان كما تلمسناه في الوجوه الإيمانية الأربعة التي أشرت إليها يظهر بوضوح أنه ليس مجرد اعتراف خارجي لفظي بوجود الله. هذا إيمان منقوص أو مبتور بالنسبة إلى المسيحيين. فالإيمان بالنسبة إلى الأبرص والمنزوفة والمخلع والأعمى، كما كان أيضا بالنسبة إلى زكريا الكاهن وأليصابات امرأته من جهة، ويوسف ومريم أم يسوع من جهة أخرى، يتعدى حدود هذا الاعتراف. الإيمان بالنسبة إلى هؤلاء هو اعتراف صريح بأن يسوع الناصري أرسله الله مخلصا شعبه من خطاياهم، وفق ما جاء في قول ملاك الرب ليوسف في الحلم. الإيمان بالنسبة إلى هؤلاء هو اعتراف أيضا بأن هذا الخلاص لن يهبط على الإنسان من فوق بعصا سحرية وبدون تعاون هذا الأخير، بل إنه ثمرة جهاده الروحي ضد الخطيئة المستشرية. وهذا الجهاد لكي ينجح عليه أن يستند أولا إلى نعم الرب وبركاته التي تقوي إنسانيتنا الضعيفة والهشة، والتي تجعل إرادتنا المتهاوية أو المتمايلة قادرة على فعل الخير وتجنب الشر. هذا إن ارتضت أن تستنير بهدي الرب. بالاستناد إلى هذا الإيمان الشراكة يخوض المؤمن جهاده الروحي، وهو واثق بأن ما يبدو صعبا أو مستحيلا في نظر البشر يغدو ممكنا مع الله، لأن ليس عليه أمر مستحيل، وفق ما قال الملاك جبرائيل لمريم عند البشارة. وبالعودة أيها الأحبة إلى الوجوه الإيمانية المتمثلة بالأبرص والمنزوفة والمخلع والأعمى، نتبين كم أن إيمان كل منهم بيسوع المخلص كان شراكة فعلية وحية معه. فالإيمان عندهم
يتولد أولا من سماع تعاليم الرب ونداءاته، وهي في نظرهم كل على قدر استطاعته تشكل دعوة شخصية لهم ليكونوا شركاء له. وإن بدت تلك التعاليم والنداءات على كثير من الغرابة والغموض إلى حد إحداث الشك حيالها أحيانا كثيرة، بفعل تلك الشراكة لم يعد الإنسان وحيدا يتخبط في عزلة إنسانية وروحية قد تكون بالنسبة إليه عبثية قاتلة. لو لم يسمع أعمى أريحا من الناس المارين أمامه على جانب الطريق، لو لم يسمع عن يسوع الناصري ورسالته، لما كانت صرخته المدوية وسط الجمع الغفير صرخة إيمان بيسوع ليرحمه مانحا إليه البصر. في هذا السياق يؤكد بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومي على أن الإيمان هو من السماع، والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح. علنا أيها الأحبة لا نمل من الكرازة بالإنجيل في وقته وفي غير وقته، سبيلا للإيمان الشراكة مع يسوع تمددا لملكوت الله. وبقدر ما يتولد الإيمان من السماع يتحول في زمن المحنة التي تلامس اليأس أحيانا، يتحول توسلا إلى الرب الرحوم والمخلص ومحب البشر كما ندعوه في صلواتنا. وهذا التوسل ينبع لا عن الخوف بل من الثقة أن الله هو وحده القادر أن يحرر من البرص الروحي والنزف والشلل والعمى. في هذا السياق لا يكون الإيمان توسلا ما لم يختبر الإنسان بتواضع وروح بنوية محدوديته وهشاشته في هذا الوجود الصعب أمام الرب. أما الذي لا يختبر يوما تلك المحدودية والهشاشة عن جهل أو تجاهل، عن اعتداد في النفس إلى حد الاستكبار، كيف له أن يتوسل بتواضع إلى ربه فيما لم يسمع يوما صوته في قلبه؟ جل ما في إيمان هذا الإنسان هو تدين قائم على تطبيق خارجي لفرائض دينية تنص عليها الشريعة. من شأن هذا الإيمان الفرائضي أو الشرائعي أن يوهم صاحبه بأنه بار في نظر نفسه وأمام الله فيما هو لا يقوى في عرف الإنجيل أن يجعل منه تلميذا رسولا ليسوع، كما هو الحال مع الأبرص وأعمى أريحا بعد شفائهما. مرقس الإنجيلي يخبرنا أن الأول أي الأبرص راح بعد شفائه ينادي بأعلى صوته مذيعا خبر شفائه، أما الثاني أي الأعمى فراح يتبع يسوع في الطريق، قبل أن يضيف لوقا قائلا راح يتبع يسوع في الطريق وهو يمجد الله ورأى الشعب كله ذلك فسبح الله. في ختام هذا التأمل بآية شفاء أعمى أريحا، اجعلنا يا رب نصرخ إليك بإيمان الأعمى سائلين أن تشفينا من عمى القلب والبصيرة، فنرى النور بنورك
يا يسوع الكلي النور كما تقول صلاتنا السريانية. اجعلنا يا رب ألا نتعلق بنسبية معايير الخير والشر التي تصيبنا بعمل البصيرة والقلب. مع الكنيسة نردد ما قلناه اليوم في صلاة الغفران، نبتهل إليك على عطر البخور، أشرق بنور معرفتك في قلوبنا، فرحنا بلقاء وجهك كما فرحت ابن طيمة على طريق أريحة، وانشر أنوارك في المسكونة كلها فيشاهد الجميع وجهك ويفرح بك. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوط مد بحيدلوه والوطلوه دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطوخ إعول البيتوخ، وصود بهايكلوت قوت شوخ. دحل تخمر يودا بارن وبزاديك وتخ آلفي، صلى وعلى يمت المران ألوهن قبل قربونوخ، نترحم علين باصلوتوخ. هللويا، قال الرب إنني الخبز الموحي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني، حضن العذراء الأم النقي العذراء مريم، مثل حبات القمح في الأرض الخاصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيعة. هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربل والإخوة المسابكيين الثلاثة شفعاء نيابة صرب البطريركية. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، كل المشاهدين
الذين يشاركوننا اليوم هذه الذبيحة الإلهية عبر شاشة الـMTV. ونذكر أيضا كل المرضى المصابين بداء هذا الوباء الكورونا، ونذكر أيضا كل الموتى الذين سقطوا ضحايا هذا الوباء. ونطلب أيضا منك يا رب أن ترافق جهود الأطباء والباحثين في مجال الطب لكي تنير عقولهم فيجدوا الدواء الناجع لإخوتنا البشر الذين يعانون أكثر فأكثر من نتائج هذا الوباء. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي خدام الروح القدوس. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم يكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس.
بك يحيط الكاروبيم والصارفيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وفي اليوم الذي قبل آلامه المحيية أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه جميعكم، فهذا هو جسدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، فهذا هو دمي دم العهد الجديد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الرب الإله الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس من ذرى الأعالي السماوية ويحل على هذا الكربان الموضوع هنا لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب
وليأت روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل بزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومن أجل أساقفتنا، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب وطننا لبنان والعالم كله، واشفنا من الأوبئة كما شفيت ابن طيمة الأعمى، فتبقى عيوننا تصب إليك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. هو ابنك دوما يكفر عنا، كما قد فدانا بنوع عجيب، أما قد تجسد يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. آمين. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر.
وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتنا إلى الأبد، ومع روحك، لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا، يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر.
ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يصلح إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل ولا يوقد سراج فيوضع تحت المكيال، بل على المنارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت، ليضيء نوركم هكذا للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.